ما في حد يختار أهله، بس ممكن الواحد يختار الناس اللي يبيهم حواليه. انتوا علمتوني شيء اليوم بحياتي كلها ما عرفته. علمتوني ان الحق اللي يتجرد من كل معاني الانسانيه ترى يزعل. السلام عليكم. عيالي جنيت انت رضري قلت لهم ما يرجون عليك. شنو هذا؟ مصلحتك ومصلحة عيالك. انت مستوعبة ايش قاعدة تقولين؟ خالت اقبال يوم اقبلت. تشاهدونه في الاوقات التالية.